طيب احنا التدخين. كمان عايزه اتكلم عن غسل الاسنان على وجه الخصوص واهميته، لانه احنا يعني يمكن يعني ما اعرفش، بس ممكن بعض الناس بتتغاضى عن المرحله دي، تعملها زي سكيب كده، او مره في اليوم بنغسل سناننا بس بالفرشه والمعجون وخلاص على كده. هل انا لما بتكلم على نظافه الاسنان بتكلم بس على استخدام الفرشه والمعجون، ولا بتكلم على الفلوس كمان؟ أيوة. بتكلم على المضمضه؟ بتكلم أيوة. على يعني حابين حضرتك توضح لنا ازاي تمام. احافظ على الهيجين او نظافه الفم من عدم استخدام طبعا اي انواع من التدخين، التنظيف المظبوط للفك للاسنان، احكي لنا نعمل ايه. طيب احنا برضو احنا هيحكمنا في النهايه ايه التوصيات اللي عملتها مؤسسات عالميه كبيره. يعني الكلام ده يخص الاطفال في المقام الاول والكبار كمان معانا. الاسئله الشائعه اللي بنسالها كل يوم، يعني هل تنظيف الاسنان مره واحده زي ما حضرتك ما تفضلتي؟ لا، تنظيف الاسنان احنا بنتكلم في 3 مرات، مره بعد الفطار، مره قبل النوم، ومره في نص اليوم. طيب المعجون هيبقى فيه فلورايد ولا ما فيهوش؟ عشان يمكن القصه دي يبقى فيها لا، لازم النقاش ده حسم من سنين انه لازم الفلورايد ده اساسي. هنتكلم في تركيزات مختلفة، واحنا في مصر يعني عندنا هبة، عندنا نعمة انه مية النيل فيها نسبة من الفلورايد مخليانا مش محتاجين ناخد اقراط فلورايد زي ما بيحصل في بعض الدول في اوروبا مثلا. جميل. ان هم بياخدوا الفلورايد في اقراط تعويضا عن نقص في المية. انت عندك المشكلة دي درست في التسعينات في القصر العيني، ووزارة الصحة درستها وعملوا اللجان، وخلصنا بابحاث كثيره في كل حته في مصر ان احنا مش محتاجين فلورايد خارجي. فهيبقى فاضل لنا بس مهمه صغيره، ان هي الفلورايد يبقى معكوس في معجون الاسنان. هنقول في الاطفال، في الكبار فرق التركيزات مش كبير، لكن الشرط ده مهم جدا.